أعرب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لدولة فلسطين محمد مصطفى أمس بنيويورك عن شكره وامتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس على جهوده المتواصلة من أجل الشعب الفلسطيني. وصرح الوزير مصطفى للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، قال: أود أن أجدد شكري لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على جهوده المتواصلة لفائدة الشعب الفلسطيني. ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني على الخصوص بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المغرب من أجل المدينة المقدسة من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف.